السلام عليكم. اليوم ان شاء الله نقدم لكم طريقه الصوصات، كيفاش تصوبوا الصوصات في الدار. هنا كنحتاجوا 500 غرام ديال الكفته، كنحتاجوا هنا المصارن، المصارن الرقاق ديال الحولي. هنا عندنا التوابل، عندنا معلقه كبيره ديال زريعه القزبور، معلقه كبيره نتاع التحميره الشاونيه، معلقه صغيره ديال الكمون، معلقه صغيره السكينجبير، معلقه صغيره نتاع الخرقوم. هنا عندنا السودانيه على حسب الحرور نتاع كل واحد. عندنا الملحه، عندنا هنا ثلاثه المعالق ديال الخل، عندنا خلاص ملحه اخرى اللي نديروها للمصارن. المصارن الحولي فيهم ثلاثه نتاع الشكل، كاين واحد المصران كتكون فيه الشحمه، هذاك ما كنستعملوش. كان واحد المصران كيكونوا بحال الزراق، بحال خضر، هذوك حتى هما ما كنستعملوهمش. وكاينين واحد المصران كيكونوا بويض، هذوك اللي بويض هما اللي كنستعملو تاع الحولي. هنا كنقطو المصران، كنغسلوهم كنخويوهم كنغسلوهم مزيان، كنحاولوا المصران ما نقطعوهش، يعني المصران كنخليوه ما نتقبوش، واخا كنخويوه كنخويو من داك الشيء اللي كيكون فيه هكا، كنبقاو نجرو بيدينا، راه هادشي كنخدموه تحت الروبيني، يعني حتى كنكملوه كنديرو تقريبا واحد المتر هكاك وكنقطعو، كنعاودو نديرو متر ونقطعو باش كنخدمو بيهم. كنقبطو دابا المصران، كنجي هذا كنقبطو كنقلبوه، كنقبطو هاد الراس هذا ومع راس القطيب، ما يكونش يكون شي قطيب يكون ماضي في الراس ديالو، كيكون القطيب بحال مهرس هكا ما كيتكش. هنا كنقبطو كنديرو ديك سميتو ديك الاول نتاع المصران كنديروه وكنقل وكنبقاو نديرو هكا. راه حنا هذاك الراس راه هو هنا في القطيب، يعني فاش كنحسو بديك الراس في التنة راه كنعاوتاني نقادوه، كنبقاو نجرو القطيب ما يكونش ماضي باش ما يتقبلناش المصارن ديالنا، ما خصناش المصارن يتقبلوا، لا تقبلنا المصارن صافي، يعني مادي هذيك الطرف اللي تسقم راه حنا ما كنخدموش به. يعني ها حنا ها هو هذا هو خرجنا هنا، وهذا هو باقي في الراس، كنقبطو هذا اللي في الراس. دابا هنا كنديرو كنقلبو المصران، هذا ها هو هنايا وهذا غادي نقلبوه، باش دابا خصنا حنا المصران ديك اللي كيكون لداخل في المصران هو اللي غادي نخرجوه على برا. احنا كنجرو هكا نحسو هنايا هكا المصران، كنديرو هاد كاسة المعالق ديال الخل، كنديرهم في الطبسيل، كنديرو معلقة كبيرة نتاع الملحة، كنديرو تقريبا واحد المعلقة ديال الماء. حنا كنجيبو هاد المصارن وكنرقدو فيهم، هذا كنرقدو ديك المصارن في هذاك الماء والخل والملحة، يعني راه الملحة بكثرة ماشي قليلة. هنا كنقدرو نخليهم هكا مرقدين، كنخليوهم حتى لساعة، بعد ما كدوز 60 دقيقة كنقبطو ديك المصارن ديالنا، كنصفوهم من ديك الماء، كنحيدوهم من هادوك الماء، كنديروهم في ماء آخر، كنحاولو كنخرطوهم، يعني كنقبطو هكا هاد الصبع ديالنا الكبير وكنحاولو نخرطو هكا المصارن. راه حنا غسلناهم تقريبا واحد جوج ولا ثلاثة الغسلات من ديك الماء والملحة، كنغسلوهم وكنقبطو ديك المصارن كاملين، كنخرطوهم هكا مزيان، يعني كيوليو هي فاش كديري لهم ديك الماء والخل اولا كيتعقمو، ثانيا كيقصحو ديك الملحة والخل اللي كنديرو لهم كتقصح المصارن، ما كتخليهمش راشيين دغيا دغيا كيتقطعو. هانتوما فاش كنبقاو نخرطوهم يعني بالصبعان ديالنا، هانتوما كتشوفو شنو كيهبط منهم، يعني راه من بعد الملحة والخل راه غسلناهم ثلاثة المرات. هنا دابا المصارن ديالنا هما واجدين، هنايا الكفتة ديالنا حنا نديرو لها التوابل اللي عندنا، نزيدو على الملحة رشة هكا غير رشة صغيرة نتاع هكا حفينة نتاع الما تقريبا ديك المعلقة، هدا اللي نخدموها. هنا الكفتة
راه حنا ما كنديروا لها لا بصله لا معدنوس، يعني الكفتان تاع السوسيط ما كنديروش فيها البصله ما كنديروش فيها المعدنوس. نزيدوها تقريبا معلقه اخرى تاع الماء باش فاش كنزيدوها هذا الماء راها كتجينا سهله في التخرج، فاش اللي ما غنخرجوها باش نخدموا الصوصات ديالنا. باش نعمروا الصوصات كنحتاجوا واحد المحقول، هذا يعني المحقول باش كنعمروا الزيت. هنا المصارم ديالنا غادي نديروا لهم الماء، ما نخليهمش عريانين، ما نخليهمش بلا ماء باش يبقاو فاسدين هكا. دابا غادي عاوتاني نقلبوهم، نقلبوهم كما اول مره، ديك نوبه قلبناهم باش ديك اللي كي اللي هرطب اللي رطب كيولي على برا. دابا غادي عاوتاني نقلبوهم باش فاش كنجيو نعمرو كي الصوص الكفته ديالنا دغيا دغيا كتزلق وكتدخل مزيان في هذوك. هانتوما كيما درت نوب الاول هانتوما تشوفوا. عاوتاني نعاود، دائما كنقبطوا هذا الراس، هذا كنجيبوا القطيب، خلاص راني قلت لكم ما يكونش ماضي، كنخليه واحد شويه هكا وكنديروا القطيب هكا يعني، وكنبداو باش نقلبوا المصارن. باش غادي نخرجوا غنخرجوا القطيب، ها نتوما هذا ها هو هنايا، ها هو هنا وهذا هكا هنا، ها نتوما تشوفوا. يعني ما ديروش المصران طويل باش ما يعذبكمش. كنجيبوا هذا الراس ديال المصران المحقول، من الاحسن شوفوا واحد المحقول يكون الفويم ديالو صغير، ما يكونش الفويم ديالو كبير بزاف باش يدخل لكم فيه مصران. احنا كنشوفوا هذا سميتو الفم ديال المصران، كنحاولوا نلبسوه للمحقول. ها نتوما راه حنا كنبقاو، ها نتوما تشوفوا انا لبستلو وغادي نبقى نهبطو هكا، يعني هاد اليد هادي قابطه بها وهادي انا كنهبط بها المصران. ها نتوما كتشوفوا فين كنجمعوه، يعني كيتجمع واحد الكميه ديال المصران كثيره بالساعة باش عاد نبداو نعمرو. هما دابا ان شاء الله غادي نبداو. هانتوما راني قابطه بيدي، نتوما كتشوفوا كي داخل هنايا كنقبطو هنا بيدي، كنحكمو بيدي. دابا غادي نبدا نعمر. هانتوما كندير الكفته في المحقول وكنبدا ندفعها بالصبعان ديالي. هانتوما انا حنا كندفعوها وهي كتخرج، وما حدو هو كيخرج وحنا كنطلقو هاد المصران هذا اللي قابطه انا هنا بيدي، ما حدني كندفع والمصران كيعمر وانا كنطلق المصران اللي هنايا في الصبعان ديالي. هذا كندفعو بهذا الصبع الكبير، ها نتوما كتشوفوا كنحاول ندفع. ها نتوما هو الصوص خارج، يعني راه ما كنخليوش يتزير، كنحاولوا كنقبطوه بيدينا هكا وكنحاولوا نخفوه، وانا كندفع وانا كنطلق المصران اللي عندي هنايا في المحقول. كنشوفوا ديك الهواء ما بين الصوصات والمصران، راه حنا كنقبطوا هاد شي هذا الكوردو كنثقبوه به هكا باش كيخرج ديك الريح، ما كتبقاش المصران باش ما يطرطق لكمش. ولا كتاب وطرطق دابا مثلا طرطق لكم المصران، عاوتاني قطعوا في ديك البلاصه اللي غادي طرطق لكم، يمكن لكم تقطعوا وتعاوتاني تبداو. هانتوما حتى كنكملوا الحشوه اللي عندنا كنجروا ديك المصران. هنا ما مزيرينوش، ماشي عامر غادي يطرطق، لحقاش الا كان عامر غادي يطرطق فاش كنجيو نعقدوه كيجينا شويه صعيب، يعني كيطرطق لنا. وهاد الطريقه اللي قلت لكم تاع سميتو الخل والملحه راه كتعقم المصارن، يعني المصارن كيتعقم وفي نفس الوقت كيقصح ما كيتقطعناش فاش كنجيو نصوبوه. المصارن دابا حنا ديالنا ما عمرناهم، انتما كتشوفوا دابا هنا غادي خصنا نعقدوهم على شكل
علاش كان الصوصات اللي كيكون في الزنقه؟ راه حنا ما كنسميتو ما كنخليوهمش مدكنين كما قلت لكم باش ما يطرطقوا لكمش في ساعه القلي او لا في ساعه العقد ديال كونو كنعقدو. راه حنا كنقبطوا يدينا كنبقاو نديرو هكا ماشي، الا كان شي زايد كيخرج لتحت. حنا المصران الصوص ديالنا هو هذا، كنجيو للنص يعني النص نتاع الصوصات وكنقبطوه، كنطويوه على جوج مثلا. المصران هو هذا عندنا طويل، كنقبطوه من هنا هانتوما تشوفوا هنايا، كنحاولوا كنقرصوا كنخويو هاد البلاصه. هانتوما هي خاويه، هادي لويها انا لويتها. غادي نجي عاوتاني لهنا، نجي لهنايا القطيبات على قد شحال ما بغيتو ديرو فيهم. كنجي لهنا عاوتاني بجوج بهم وكنخوي عاوتاني هنايا. هانتوما فاش غادي نخويهم كندير هكا، هانتوما معايا، هانتوما كنجي عاوتاني لهنا. يعني انا غدا وانا كنقرص كنخوي ديك الكفته اللي كاينه وكنخالف المصارن. هانتوما كتشوفوا كنخالفو وكنخرجو من هاد البلاصه اللي مسدوده. كنخليو تقريبا هانتوما المصران موجود، يعني كنخليو باش كنعقدو. هانتوما كنعقدو ونعاودو، هذا راه في الطياب، هذا راه غير كيتحيد. هانتوما خليوهم شاكك طوال. هانتوما هنا دابا هادو المصار اللي شاطونا، المصار اللي شاطونا راه كيمكننا نحتفظو بهم. راه حنا محيدنا لهم الماء، صفينا عليهم ديك الماء، كنديروهم هكا ديريهم في المجمد. يعني فوق ما بغيتي تصوبي الصوصات كتلقاي المصارين عندك موجودين. بغيتو تقليوه كتقليوه، بغيتو تشويوه كيما درتولو راه كيجي زوين. هنايا الا بغيتو تحتفظو به ربما يعني تصوب واحد الكميه كثيره وبغيتو تحتفظو به، كتجيبو البلاستيك نتاع الكونجيلاتور يعني الخاص بالجماد، والكميه اللي غادي توقفوا عليها وتجبدوها، يعني ماشي دير واحد الكميه كثيره هكا. كنتمنى الفكره تعجبكم، وما تنساوش الخيرات في القناه ديالي على اليوتيوب، وخليولي الاقتراحات ديالكم في التعليقات. بالصحه وراحه.